تصير. ما كنت تخاف كونك امريكي؟ لا طبعا، هو شوفي بدايه ما اشتغلنا، يعني هذا ما يقال عنك حتى للتوضيح، انت مو امريكي، يقال عنك انك امريكي كونك مدير قناه الخبر. والله هاي الشبهات سوى العراق قسموه اثنين، جوكريه وذيول، وحتى المو جوكري يسمونه جوكري، وحتى المو ذيل يسموه ذيل. شنو يعني جوكري؟ يعني هم يحكون على اساس الجوكري هو رايح من جهه امريكا والذيول رايحين من جهه ايران. واللي يحكي الى جانب التشرينيين يتهم جوكري، واللي يسولف قصه لها علاقه بايران يتهم بانه هو ولائي، وكذا. يعني تسميات حقيقه ما لها صله بالواقع. ولا انا رجال عراقي وعملت للوطن وعملت. ما تهددت كونك امريكي؟ ما تهددت؟ لا طبعا، انا خطفت مرتين. نعم، محاولات الاغتيال كثيره كانت علي، بس تعلمنا. بس السنه الاولى كنا نخاف مثل الطبيب. اول ايام شنو اصعب شيء شفته بالخطف؟ شنو اصعب شيء شفته بالخطف؟ بالخطف؟ يس، انت عملت بشكل مختلف كونك فلاح الذهبي يعني. اي طبعا، كان اسمي يجي بالتصفيات مره من المرات، قال لي سيد الكاظمي، كان يجي وراء عادل عبد المهدي اسمي. أوه؟ بالتصفيات. اي اي كونك امريكي. حتى من سعدون، الاخ سعدون ضمن، مره اجى اسمي واسمه ايضا بالتصفيات في مضافه للقاعده الداعش. أوه. فخابرني، قلت له ايش القاعده؟ شو زغر شانها؟ لو قللوا من شاني. انا كنت ورا عادل عبد المهدي، هسه صرت وياك. الحمد لله على سلامتك مبدئيا. احنا كنا نسولف بامريكا واتهامات، من ضمن الاتهامات انه هو ما ادري يصير نقول اتهام، انت متهم بانك منتمي لحزب الدعوه. انا شنو؟ متهم بانك منتمي لحزب الدعوه. والله لو انا حزب الدعوه كان هسه عندي 10 بيوت. اوه. جماعه حزب الدعوه كلهم صاروا اثرياء. زين، على سيره هاي الجمله، احنا يصير نقول ان المنتمي لحزب الدعوه متهم؟ الان الحزب الحزب ما عاد حزب، عاد مجموعه امبراطوريات يعني. صاروا شوفي، اذا لقيتي عدد اللي بطلوا اصلا انسحبوا من الحكومه. نعم. كلهم صاروا اثرياء واصحاب امبراطوريات يعني، كل الاحزاب مو بس حزب الدعوه. يعني حزب تهمه؟ يعني انا صار اقول لك انت متهم بانك منتمي للحزب الفلاني؟ لا، انا دائما عقلي حر، ما احب يؤذي. صار اقول تهمه؟ صار اقول انت متهم بانتمائك لحزب؟ يعني الحزب تهمه؟ لا، وليش تذبين عليها التهمه؟ هو لا، انا اسال بهذه المفرده، الحزب تهمه؟ انتماء اي فرد للحزب تهمه؟ اي طبعا. الان اي طبعا، لانه ولا حزب له علاقه بمعاناه الناس. اللي منتمي متهم. اي كم حزب شريف بيني وبينك؟ كم حزب شريف؟ احنا بدنا نحكي عموما على ما قبل هذه الانتخابات، لان هسه شفنا وجوه جديده واسماء جديده، احنا بعدنا ما مجربينها. هاي تدرين ايش قد يراد اصفن؟ اي لو قلت لك نسبة مئوية. أنا ما أدري، يمكن 10% هيك. 10%؟ إيه. شنو؟ 10% جيد، 10% سيء. يعني متوسط. 10% متوسط. إيه. وال90% تهم. إيه يعني، إيه مع الأسف. أوكي.